جيمس ومن معه كانوا حتى أسابيع قليلة يقاتلون الجيش الشعبي لجنوب السودان. اليوم يضع سلاحه جانبا وينضم مع أكثر من 2500 جندي إلى ما سموه ركب السلام. إن أنا لقينا الاستقبال من أخوانا وفي روح المنوية في جنوب. حتى رئيس الجنوب كمان ذكر وعم الله وعم وقال في جنوب السودان يكون في سلام. دي أولنا الجنوبية وما في أي خلفية تانية. حكومة جنوب السودان التي أعلنت عن عفو رئاسي عام لكل من حمل السلاح ضد بلادها قالت إن العفو هو بداية العمل الجدي للمصالحة الوطنية الشاملة وخطوة باتجاه بناء دولة القانون والمساواة. نحن واثقين إن نحن في الحركة الشعبية إن نحن الآن في حكم، فلدينا مسؤولية كامل إنه نوهد الناس بتاعنا، والناس بتاعنا بيحتاجوا، يعني أعتقد إنهم بيحتاجوا جدا لحوار مع بعض عشان نخلوا الماضي ونحن نفتح صفحات جديدة للمستقبل. ويرى كثيرون في هذه الخطوة بداية لحوار جنوبي ربما خفف من حدة الصراعات الداخلية على السلطة والثروة في بلد تحيط به الأزمات من كل جانب. موسم العودة إلى الجنوب هكذا يقولون هذه المرة لمن حمل السلاح ضد سلفاكير، وهي خطوة لحوار وطني جامع حسب ما تنشد الحكومة. فهل تتمكن من إقناع جماعات أخرى ما تزال تحمل السلاح؟ عادل فارس، الجزيرة، ميوم، جنوب السودان.